الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المقطع 34 بعد 100، الدرس الأول في الإحصاء الاستدلالي Inferential Statistics تحت عنوان مفهوم درجات الحرية Degrees of Freedom، راجيا أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين في أقسام الاقتصاد في الجامعات العربية. وعلى بركة الله نبدأ. درجات الحرية degrees of freedom. لنفترض وجود المثلث ألف با جيم الآتي، هذا هو المثلث ألف با جيم. ولو افترضنا بأن مجموع الزاويتين ألف وبا هو 150 درجة، ألف وبا مجموع 150 درجة، فمن البديهي أن نستنتج بأن قياس الزاوية الثالثة جيم هذه هو 30 درجة. في هذا الحال نقول إننا احتجنا إلى معرفة قياس زاويتين فقط من أجل معرفة قياس الزاوية الثالثة بالبديهة. ومن الناحية النظرية الصرفة يمكننا تثبيت مقدار الزاوية الثالثة عند المقدار 30 اللي هي الزاوية جيم عند المقدار 30، وأن نبدل ونغير كيفما نشاء بمقدار الزاويتين ألف وباء حتى وإن أعطيناهم قيم سالبة، شريطة أن نبقي المجموع ألف زائد با زائد جيم 180، فيمكن إعطاء زاوية هم مقدارها صفر أو سالب أو مهما كانت القيمة، شريطة أن تبقى إذا ثبتنا قيمة الزاوية جيم أو إحدى الزوايا وقلنا المجموع الأولاني يساوي 150، فأي رقمين أو مقدارين ثانيين للزاويتين الأخيرتين يجب أن يوفي مع المقدار الأول 180 درجة. ولذلك نقول بأن لدينا درجتين من الحرية 2 degrees of freedom في هذه المسألة. نتابع مثال آخر على درجات الحرية. لنفترض بأن لدينا خمسة أرقام ليست معروفة لكننا نعرف أن مجموعها هو 30. لاحظوا، لدينا خمسة أرقام ليست معروفة لكننا نعرف أن مجموع هذه الأرقام هو 30 وأن متوسطها هو 7. من الناحية النظرية نستطيع أن نثبت واحداً من هذه الأرقام عند المقدار 7 وأن نبدل ونغير في بقية الأرقام وعددها 4. عندي خمسة أرقام، إذا ثبتنا واحد عند المقدار 7 فيبقى لدينا 4 أرقام نبدل ونغير كيفما شاء. إذن وعدها 4، شريطة أن نبقي على المجموع 30 ووسط 7 حتى وإن افترضنا بأن بعض الأرقام يحمل إشارة سالبة. فنقول في هذه الحالة بأن لدينا 4 درجات حرية 4 degrees of freedom. يمكننا من هذين المثالين أن نعطي تعريفا بسيطا لدرجات الحرية على أنها عدد القيم التي يمكننا استعمالها فعليا في التقدير. وعلى سبيل المثال، لو كان لدينا قياس زاوية واحدة من زوايا المثلث أعلى الذي ذكرته بالمثال السابق لما استطعنا معرفة الزاويتين الآخرتين، فنحن في حاجة لمعرفة الزاويتين من أجل معرفة الثالثة. وقد جرت العادة في حسابات تباين التغير أو المتغير المسحوبة بياناته من عينة عشوائية random sample أن تتم عملية القسمة على نون ناقص واحد أو N-1، وهي درجات الحرية المتاحة، وذلك بسبب اعتماد حساب التباين على الوسط الحسابي، وحيث أننا نستطيع أن نبدل ونغير N ناقص واحد، نون ناقص واحد، N سالب واحد أو نيجاتيف وان أو ماينس وان من المشاهدات، فإن عدد درجات الحرية المتاحة لحساب التباين هو N ناقص واحد أو نون ناقص واحد أو N ماينس وان. توظيف درجات الحرية في تقدير معلومات نموذج إحصائي أو قياسي. توظيف مفهوم درجات الحرية في تقدير معلومات parameters نسميها أو المعاملات coefficients لدوال functions في الإحصاء والاقتصاد القياسي. نفترض بأن باحثا ما يرغب بتقدير معلومات النموذج القياسي الآتي. عندي هذا النموذج Q تساوي A1 زائد A2 في X زائد A3 في Y زائد A4 في Z. وربما الآن تمتد، لكن في عندي الآن 4 معلومات A1, A2, A3, A4 وعندي الآن ثلاثة متغيرات مستقلة X,
واي وزي ومستقل ومتغير تابع واحد. إذا هذا المتغير التابع الواحد الفقيق اللي هو الفقد الوحيد هو كيو، وعندي الآن المعلمة الأولى، المعلمة الثانية، المعلمة الثالثة، والمعلمة الرابعة، وأخيرا عندي المتغيرات المستقلة اكس وواي وزي اللي هي المتغيرات المستقلة. الآن بناء على عدد المتغير المعلمات المقدرة وعددها 4 اللي هي A1, A2, A3, A4، إذن هذه المعلمات المقدرة عددها 4 في هذه الحالة، فإن عدد درجات الحرية يكون درجات الحرية لتقدير هذه المعلمات يكون نون ناقص 4 أو N ماينس 4، أي حجم العينة مطروحا منه 4. المقطع القادم سيكون تباين المجموعات المتعددة. شكرا لكم على حسن متابعتكم. المقطع القادم بحول الله تعالى سيكون عن مقاييس التشتت، وتحديدا عن تباين المجموعات المتعددة pooled variance. لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية والتعليق على المحتوى من أجل تعميم المعرفة بلغة الضاد، لغة القرآن الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.